السلام عليكم. اليوم نوريكم جانب من الاشغال نتاع الازدواجيه تاع الطريق الوطني رقم 8 اللي يربط بين بلديه بابار ومدينه خنشله. وكنت تكلمت هذه مده 3 سنوات وانا اتكلم على ضروره ازدواجيه كل الطرق الوطنيه عبر التراب الوطني، ولازم تكون الازدواجيه يعني الطريق من نوع A2 يعني بزوج أروقة وحبتها، وتكون كذلك لا بونداري ديرجونس رواق ثالث تاع الوقوف الاضطراري لكل طرق الوطنية عبر التراب الوطني. وعندنا حوالي 40,000 كيلومتر نتاع طرق وطنية اللي لازم تكون فيها الازدواجية، ولازم يكون الازدواجية مقياس من المقاييس التي تدخل يعني ترسم بقرار وزاري لكي تطبق على كل الطرق الوطنية ويصبح لا نورم، تصبح لا نورم تاع الطريق الوطني لازم يكون مزدوج. ان شاء الله الان فيها عدة طرق وطنية راهي قيد الازدواجية، الاشغال راهي بيها باش تكون مزدوجة، وان شاء الله تعم كل الطرق الوطنية. ونخليكم مع نهاية الصور هذه الفيديو، والسلام عليكم.